بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الخامس على يوم التظاهرات، الانترنت مقطوع، في حال رجع الانترنت احنا اما شهداء فينشر هذا الفيديو غيرنا، اما طيبين واحياء فاحنا راح ننشر الفيديو. كل يوم يطلع بالتلفزيون والانترنت مقطوع يطلع محلل سياسي يقول التظاهرة مندسة، قالوا احنا كل احنا ولد المدينة ما بينا اي شخص مندس، واذا على احزاب اللي احترقت فمن حقنا نحرقها، احنا واقفين والطلق يجينا من الاحزاب، لذلك ردت فعل نحرق الحزب. ما كسرنا لا دائرة حكومية، المصرف قريب علينا ما حرقنا، احنا طالعين نطالب حقنا، وهذا الفيديو للتاريخ. احنا هذا الفيديو للتاريخ، احنا الجيل اللي طلع بدون فتوى مرجعية، الجيل اللي طلع بدون اي قائد سياسي، الجيل اللي طلع بدون خطبة، بدون لا يقود معمم، بدون تنسيقية، احنا وحدنا ثرنا وطلعنا نطالب بتعيينات، نطالب اصلاحات، مطالبنا كلها تعرفوها، بس هاي وقفتنا وقفة للتاريخ، نعلم الاجيال اللي تعلمت على الخوف قبلنا والاجيال اللي بعدنا بان احنا الجيل الصح، وكافي بعد تعايروننا بمصر وبغير دولة بان احنا ناس جبانية، احنا ابطال. اليوم الخامس انه تنزل من عندنا شهداء جرحى، اخوي الجريح اشيله نقله المستشفى وارجع الظاهر. هذا الفيديو في حال استشهدت ينشره اي شخص من الموجودين، واذا كنت طيب وحي ارزق انا راح انشر الفيديو على مسؤوليتي، والمظاهره ما يمثلها اي شخص، والاشخاص اللي يطلعون بكل مظاهره سلميه تنسيقيه ما يمثلوني، ناس معروفين لاهل المدينه يطلع يبيع التظاهرات بكم تعيين وكم مناقصة، احنا طالعين ما حد يمثلنا، اكو حد يمثلكم شباب؟ عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق.